السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 قد الدنيا دي كلها بجد والله العظيم، وحشتوني جدا والقناة وحشتني، لان انا بقالي كذا يوم ما نزلتش، داخلة في اسبوع ما نزلتش فيديوهات روتين وكده، فوحشتوني جدا والله. في ظروف، الحمد لله الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. طبعا يا آدم اعمل حاجة تانية، سواء اعمل ينسوني يا آدم واشربوا يا آدم. طبعا يا حبايب قلبي، الأيام اللي فاتت دي كان أيام، يومين صعبين جدا اللي فاتوا دول. الأول قبل كل شيء بس هروق الإيه، أنا داخلة معاكم كده في الأوضة، طبعا فيها هدوم وفيها كراكيب وفيها حاجات، هروق الدنيا كده. بقالي يومين تقريبا ما روقتش، او بقالي يومين سايبه البيت، واول يوم جيت فيه ما روقتش، لان كنت داخله انا وحفيدي على بعد اذان المغرب كده، فاكلنا اي حاجه ورمينا اي حاجه كانت معانا، يعني ايه الدنيا كانت مبهدله كده. فانا الوقت طبعا الصبح قلت ايه، انا قمت طبعا بالليل عملت اي اكل حاجه بسيطه كده، عشان انا لو خرجت ولو عندي شغل او كده، لان بقالي كام يوم ما رحتش شغل، يبقى في اكل، يبقى في اكل ياكل، يعني ياكله في البيت وكده، يبقى الاقي حاجه ياكلها يعني. فعملت حاجات كده بسيطه من بالليل، وهنا قلت بقى اشيل السجاده لان الجو حرر، فشلت السجاده وهكنس الارضيه معاكم كده وروق. والمطبخ عايزه اقول لكم لا يسر عدو ولا حبيب، هشيل كياس وهشيل بتاع وهروقه، وشكله استغفر الله العظيم يا رب، استحالة الواحد كان يخرج من قبل ما يروق الدنيا الهيصة دي. عايزة اقول لكم بقى ايه اللي حصل. اللي حصل انا كنت في شغل يوم الجمعة اللي فاتت كده، كان في عزومة عندي، جيت طبعا من العزومة بالليل وقت متأخر، دخلت البيت حوالي الساعة 11، مهدودة مهدودة، مش قادرة اقف على حيلي. ريحت بقى شوية بس، فلقيت بنتي بترن عليا الساعة كام، الساعة 2 بالليل، يا ابني قومي اعمل يا نعناع، يا ابني انت ما تحط ليش ربع كوباية، احط املي كوباية يا ادم بقى، طب ينسون عشان بيهدي. المهم اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. المهم طبعا ده كان منشر، كان عليه غسيل في الأوضة، من ده على ده، لميت كل الحاجات دي في الاوضه اللي بتاعت اللي فيها الدولاب، خدت كل الحاجات دي وديتها، لما اروق بقى والدنيا تبقى رايقه كده ابقى اطبق على مهلي. بس المهم بنتي كلمتني يوم الجمعه الساعه 2 بالليل، قالت لي يا ماما ادم اتحبس في المستشفى. طبعا يعني على غفله كده، ماما يعني انا طبعا قمت مفزوعه من النوم، ايه يا بنتي ايه اللي حصل، في ايه ومش في ايه؟ قالت لي مش عارفه اغمى عليه ومش قادر ان هو ياخد نفسه، يعني مفيش اكسجين واصل له ومفيش نفسه كده. هنا طبعا كنت بروق المطبخ زي ما انتم شايفين كده، وبحط المنشر في الاوضه اللي جوه دي، والحيوان ده طبعا زي ما انتم شايفينه كده ايه، عمال يلعب بالكيس ويتنطط ويتدلع. تمام، عايزه اقول لكم انا كنت عايزه امشيه والله العظيم من قيمه يومين، حفيدي قعد يحلفني، والنبي يا تيتا حرام عليكي ما تمشيهوش، والنبي يا تيتا هو هيروح فين، والنبي يا تيتا هتودي لي بتاع القطط يا تيتا، وممكن حد يبهدله يا تيتا ويترمي في الشارع يا تيتا. قلت له انا مش عارفه خلاص يا ادم. المهم والله العظيم رجعت في كلامي وسبته، يعني ابني حفيد قعد يأنبني. المهم ما علينا، لقيتها بتقول لي رحنا بيه المستشفى وبتاع، وهو على فكره كان من اسبوع فات كان كل يومين ثلاثه تروح بيه مستشفى او تروح بيه في اي حته تكشف عليه، لانه كان بيجي يقول لها انا مش قادر اخد نفس، صدري بيوجعني مش قادر اخد نفس. المهم الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. راحت بقى قلت لها طيب، جيت انا يوم السبت ما قدرتش خالص اروح، ما قدرتش خالص ان انا اروح يوم السبت، كنت مش قادره اقوم بصراحه، يعني كنت انا واقفه يوم الجمعه يا جماعه من الصبح لاخر النهار على حيلي، ما قدرتش خالص ان انا قلت لها فانا مش قادره. قالت لي انا وابوه معاه في المستشفى يعني وكده، قلت لها ماشي. خدت بعض بقى، رحت يوم الحد، رحت يوم الحد وقعدت الحد والاثنين، جينا الاثنين اخر النهار. عايزه اقول لكم طبعا الحد والاثنين دول ما نمتش، يعني ما فيش نوم طبعا في المستشفيات، ما فيش نوم، ناس داخله وناس طالعه وناس بتركب محاليل، ناس بتركب مش عارفه ايه، ده ملك ملك يعني زي ما بيقولوا كده، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين على كل شيء وعلى كل حاجه.
مش بقى قصة ان هو مثلا راح بقى المستشفى كده يهدى كده وياخد الدواء بتاعه لا انا مخنوقة، انا عايزة اطلع من المستشفى. يا ابني يهديك يرضيك، لا انا عايزة اخرج يا تيتا، انا عايزة اخرج، ويعيط تيتا انا مش قادرة اتنفس، يا ابني بطل عصبية، اهدى مش قادرة اتنفس. فعلا الأوضة اللي احنا كنا فيها كانت مكتومة، مفيش تهوية خالص، وفعلا الدنيا كانت مكتومة فعلا، ما كانش فيه تهوية. بس طب يعني احنا هنعمل ايه يعني؟ الحمد لله ان احنا مثلا عرفنا انه يقعد كام يوم في مستشفى، ويعلقوا له محاليل ويدوا له ادويه عشان صدره كده، قالوا ان هو الاكسجين مش واصل له كويس، وكمان الجو فيه فيروس، هو برضو ده اللي اثر عليه بالاكتر يعني. بس فضلنا بقى، امه قلت لها خلاص انت ايه بقالك يومين، طبعا هو ممنوع ان في حد يبات هناك في المستشفى معاه، يعني لازم يبقى مرافق للمريض، يعني كان مكان مريض يبقى معاه، ان كان راجل يكون معاه راجل برضو زيه مرافق ليه، او العكس مثلا يعني، المهم يكون في حد رفيق واحد بس. فطبعا كانت ساجدة وحفيدتي وبنتي ما كانش ينفع، فطبعا كمان ما فيش مكان ان هما يقعدوا يعني، كان طبعا دي اوضه وكده مش هينفع يعني. المهم قلت لها خلاص يا وفاء، روحي انت بقى، روحي بيتك، خدي بنتك وروحي، وخدي الهدوم الواد مغير فيها وكده وروحي، وانا بقى هاجي هقعد بقى. قعدت فعلا والله زي ما بقول لك كده لحد والاتنين لغايه اخر النهار. مشيت بقى، حفيد قعد يقول لي يا تيتا انت مش هت انا عايزه اجي عندك، انا عايزه. قلت له تعالى، قلت له تعالى. طلعنا بقى من المستشفى، عبال ما خلصنا الاجراءات كان ايه، كان الوقت متاخر، كنا دخلنا في المغرب يعني، احنا مشينا من هناك حوالي الساعه 5، 5 الا ربع، مشينا من هناك عبال ما ركبنا المترو وجينا المونيبو كده، كان الوقت اتاخر. المهم قلنا بقى ايه، كنا مستلفين جهاز من حد معرفه كده، جهاز عشان هم طبعا كتبوا له ادويه، وقالوا برضو ان هو صدره لسه تعبان شويه، بس هو مصر انه يخرج. وبيني وبينكم والله قعد المستشفى يا جماعه، ما الواحد ما فيهوش راحه طبعا يعني. عايزه اقول لكم والله انا رحت بعبايتي، فضلت لابساها لحد ما مشيت، حتى كنت واخده جلابيه اغير فيها، والله ما غيرتها، فضلت زي ما انا كده. فجيت بقى جبنا جهاز عشان نحط له فيه اللي هو المحلول الملحي ده، وفي كذا حاجه يتحطوا فيه عشان التنفس وكده. الجهاز تقريبا طلع بايظ، نزلنا بالليل الساعه 10 بالليل نشوف الجهاز ده بيتعمل ازاي، ونجيب الحاجه بتاعته اللي بتتحط فيها. وري لكم الجهاز وقولوا لي هو يعني في الاخر كده الفيديو، قولوا لي بيشتغل ازاي. ده يبدو ان هو مش شغال، لانه في فتحتين، فتحه مفتوحه ملهاش غطا، والفتحه التانية بتحط فيها السائل وتتقفل. فجينا نعمله، السائل في الفتحه المفتوحه وقع اندلق، مش عارفين نستعمله، او هو بايظ مش عارفين بصراحه. فقلت له يا ابني والله ما هقدر انزل الدور السادس، مش هقدر انزل، اعمل حاجه تاني بكره بقى. النهارده ان شاء الله نشوف صيدليه، ونشوف بقى نروح مستوصف ولا بتاع، ياخد البتاع دي حتى عندهم، وخلصنا على كده، مش قصه يعني. كتبوا له على ادويه كحه ومش عارفه ايه، بس طبعا ربنا يا رب ما يجيبش اي حاجه وحشه لاي حد، ويشفي كل مريض، ويصلح حال المسلمين يا رب، ويهدي جميع ما خلق على وجه الارض. فعايزه اقول لكم فعلا اليومين اللي فاتوا كانوا صعب جدا، بس اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. احنا طبعا احسن من غيرنا بكتير، قوي قوي قوي. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويصلح الحال للجميع. عايزه اقول لكم بقى، كان الدكتور زي ما بقول لكم كاتب له كذا 3 انواع دواء كحه، او في كذا 3 حاجات مكتوبين مش عارفه هم ايه. وبرضو في البتاع اللي بيتنفسوا ده، في الاكسجين ده، في برضو 4 حاجات بتحطوا في المحلول الملحي، 3 حاجات والمحلول الملحي بتحطوا، ويقعد بقى ايه تعمله جلسه يعني وكده. فقلت بقى زي ما بقول لكم كده، اروح الصيدليه، اللي عنده فكره يقول لي الجهاز ده بيشتغل ازاي، او يمكن انا مش فاهمه فيه. بس عايزه اقول لكم انا نزلت للصيدلي ذات نفسه بالليل، وقلت له تقريبا هو وجهني، بس انا ما فهمتش، هو ما عرفش يوجهني صح. الجهاز اصلا كل حاجه السائل اللي حطيناه فيه اندلق منه، ولانه هو اصلا في فتحه يا جماعه، يعني مش مفروض هو ما يبقاش في فتحه، يعني الفتحه اللي لوحدها دي ملاش غطا ولا حاجه، دي لازمتها ايه؟ انا مش فاهماها برضو. عموما بس اللي يعرف منكم كده يفيدني عشان اعرف اشوف اعمل ايه. المهم يعني الحمد لله على كل شيء، ربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه لاي حد.
حبايبي الغاليين الحلوين، ربنا يا رب يستركم في الدنيا والاخره. ما تنسونوش برضو بالدعوات الصالحات، وربنا يكرمكم جميعا. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم في اسعد حال، وربنا يا رب ما يحرمني منكم ولا يحرمني من سؤالكم عليا. طالبه طبعا منكم الدعاء ليا والحفيدي وكل مريض وجميع ما خلق على وجه الارض. بشكركم جدا جدا جدا، اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. وطبعوا بقى معايا الجهاز ده وقولوا لي هو انا اللي مش عارفه اشغله، ولا هو جهاز عقيم، ولا هو بايظ، ولا هو في ايه. عايزه اقول لكم البتاع اللي بيستنشقوا بيها دي اللي بتتركب في الجهازات نفسها، فيها فتحتين، فتحه بتفتحيها زي ازازه كده فيها بتحط فيها السائل، والفتحه الثانيه مفتوحه. طب دي ايه لازمتها دي؟ اللي عارف منكم يا جماعه يفيدني يقول لي هي دي مش ماشيه مع دي، ولا دي مش بتاعه دي، مش عارفه. على فكره البتاع اللي اتحط على النفس دي اصلا احنا واخدينها من المستشفى اللي كان هو متشغله المحلول فيه. الفتحه اللي انتوا شايفينها دي اللي وقع منها المحلول. ازاي يعني الفتحه دي تبقى موجوده؟ هل ده عادي يعني ولا ايه؟ مش عارف. في دنيا يا جماعه الله يستركم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.